ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد العامل، السيد رئيس المجلس الإقليم، يخلد الشعب المغربي وفي طليعته أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بكل فخر واعتزاز. الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة التي أبدعتها عبقرية موحد البلاد وبان المغرب الحديث جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله مثواه، من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. شبيه عزيز، لقد مكنت المسيرة الخضراء التي نحتفل اليوم بذكراها الحساسة من استكمال الوحدة الترابية للبلاد، ووفاء لقسمها الخالق نواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء من أجل تقريب المواطن المغربي وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا وخاصة بالصحراء المغربية. وقد مكن استرجاع أقاليمنا الجنوبية من تعزيز البعد الأطلسي من المكان، كما مكنت التعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين. وهو مشروع للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزايد الدول الأوروبية للطاقة. وهو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والنيجيرية بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. إن المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة. إذا نقترح إطلاق المبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، غير أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل بنية التحسير لدول الساحل، والأمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي. والمغرب مستعد لوضع بنياته التحسير الطرقية والميلائية والسكك الحديدية رغم إشارة هذه الدول الشقيقة، إيمانا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها وفي المنطقة كلها. شعبي العزيز، لقد تكلمت عن الجدية وعن القيم الروحية والوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم كثير من التقلبات، وهي منظومة متكاملة من القيم مكنت من توطين المكاسب التي حققناها في مختلف المجالات، لا سيما في النهوض لتنمية أقاليمنا الجنوبية وترسيخ مغربيتها على الصعيد الدولي. قد اعترفت والحمد لله العديد من الدول بمغربية الصحراء، وعبر دور أخرى كثيرة وفاعلة بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما ساهمت في التضامن والتعاون المفتعل التي تميز المغرب من تأسيس دوره ومكانته كفاعل رئيسي وشريك اقتصادي وسياسي موثق وذي مصداقية على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة. شابي العزيز، نغتنم مناسبة تقليد هذه الذكرى المجيدة لنجدد التزامنا بقيام مسيرة الخضراء ووفاءنا لقسمها الخالد، كما نشيد
الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية والإدارة الترابية وكل القوى الحية داخل الوطن وخارجه في الدفاع عن حقوق المشروع للوطن. ولا يفوتنا أن نستحضر بكل تقدير وإجلال روح مدي المسيرة الخضراء ولينا النعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله بالجلال والأرواح الطاهرة لكل شهداء الوطن الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.